مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العناوين. جلالة الملك يؤكد أهمية ترويج الأردن كوجهة للسياحة العلاجية. ناصر جودة: الأردن نموذج في الوئام والتسامح والعيش المشترك بين عموم أبنائه مسلمين ومسيحيين. الذكرى 88 لإنشاء أول كاتدرائية للروم الكاثوليك في عمان. وفيها أيضاً أفراحنا في زمن الكورونا ضمن حلقة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني على أهمية ترويج الأردن كوجهة للسياحة العلاجية، مشدداً على ضرورة تعاون الجميع لتسهيل عملية وصول المرضى العرب والأجانب إلى المملكة مع مراعاة أعلى معايير السلامة للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي. وبحسب وزيرة السياحة والآثار مجد شويكي، فإنه تم استحداث موقع إلكتروني لتقديم خدمات الحجز والدفع. ومن جانبه أشار الدكتور فوزي الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة أنه سيشترط على كل مريض يرغب بالعلاج أن يقدم فحص كورونا سلبي قبل مجيئه إلى المملكة، وستتكفل المستشفيات الخاصة باستقبال المرضى والمرافقين عند وصولهم إلى المطار أو المعبر الحدودي ونقلهم إلى المستشفيات للعلاج. وعند الانتهاء من العملية العلاجية يقوم المستشفى بإيصالهم إلى المنفذ الحدودي أو أحد الفنادق المتخصصة بالحجز الصحي. قال معالي وزير الخارجية السابق الأستاذ ناصر جودة إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يحظى بتقدير واحترام وثقة كل دول العالم بمختلف هيئاته ومؤسساته ومرجعياته الدينية. وأشار خلال استضافته على برنامج عين على المشرق أحد البرامج الخاصة لنورسات الفضائية مكتب الأردن والذي يقدمه الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني، إلى أن الأردن أصبح مثالاً يشهد له القاصي والداني في الوئام والتسامح، حيث يتآخى فيه المسلمون والمسيحيون بمحبة صادقة حتى بات يشكل انموذجاً فريداً في العيش المشترك. وأضاف: الأردن أنا دائماً بقول علاقاته مميزة مع الجميع، الاحترام للأردن في كل مكان في العالم، قنواته مفتوحة مع الجميع، انفتاحه على العالم معروف لدى القاصي والداني، رسالته معروفة. فلذلك اللي كنت أقوله للدبلوماسيين بقوله الآن أنا كوزير خارجية، الطريق أمامي مفتوح، الأبواب كانت مفتوحة. الموضوع مش ناصر، الموضوع هو وزير خارجية جلالة الملك ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية. وزي ما تفضلت يا سيدي، سبقونا الرعيل الأول وبنينا على الإنجازات اللي هم أنجزوها، وإن شاء الله هذه دولة المؤسسات باستمر النهج هذا على طول. ما بتصدق أبونا، وأنت تعرف بحلك وترحالك وأسفارك ونشاطاتك في الخارج على مدى سنوات عديدة، تعرف تماما بأنه الأردن كلمة مسموعة والأردن كلمة محترمة. الدروس والعبر ملخص بسيط، يعني أنه نحن دولة منفتحة على العالم، ننتهج الحوار كأساس لحل أي موضوع أو لمناقشة أي موضوع، وهذا مفخر. ترأس سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي الاحتفالي الذي أقيم في كنيسة القديس جوارجيوس الحصن بمناسبة أحد متى الثالث وتذكار القديس البار أيرونيموس بمشاركة قدس الأرشمندريت فينيديكتوس كيال الوكيل البطريركي في شمال الأردن وقدس الأيكونوموس قسطنطين عماري وعدد من الشمامسة وجمع من المؤمنين من أهالي المنطقة. وقال سيادته في عظة القداس إن إنجيل أحد متى الثالث يحثنا على الاهتمام بالجسد والروح على حد سواء، وعلينا ألا نهمل أيا منهما، معبرا في الختام عن سعادته بوجوده في هذه المدينة المحبوبة وشكره لأهلها الطيبين على استضافتهم، متمنيا الصحة والبركة للجميع. في الحديث عن أفراحنا في زمن الكورونا وخلال اتصال هاتفي مع برنامج صباحكم نور أحد برامج نورسات الفضائية مكتب نورسات والذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، تحدث الأرشمندريت الدكتور بسام شحتيت رئيس المحكمة الكنائسية البدائية للروم الكاثوليك عن حالات الزواج التي تمت في الكنيسة الأردنية في ظل الجائحة وتعليمات قانون الدفاع الأردني الخاص
بالتقيد بالشروط الصحية والسلامة العامة والعدد المصرح به لحضور المناسبات لجميع المواطنين، كاشفاً قدسه أن كورونا سجلت إيجابيات في هذه المرحلة من خلال ابتعاد الناس عن مظاهر البذخ في المناسبات والتكاليف الباهظة التي كانت دارجة في الوقت السابق. بالنسبة للزواج تم عند الناس تأجيل، يعني الزيجات اللي كانت مقررة في شهر نيسان 2020 تأجلت، وفي شهر أيار خلال الحظر تم الاحتفال بخمسة منها في رعاية الروم الكاثوليك. الاحتفال اللي صار كان ضمن إجراءات خاصة وكانت مشددة، فكان مطلوب من العريس أنه يحصل على تصريح من الدولة، من رئاسة الوزراء ومن الداخلية. ومسموح لعشرة كانوا يحضروا، وأيضا كان في الكنيسة كل الإجراءات كانوا لازم يأخذوها بالنسبة للوقاية. ومن جهته دعا الأيكونوموس سالم مدنات كاهن كاتدرائية البشارة للروم الأرثوذكس في العبدلي إلى ضرورة الاختصار في مناسباتنا الاجتماعية سواء في الأفراح أو الأحزان، وقال: فبالماضي حقيقة كنا نشجع كثير من أولادنا، وخطبنا قبل هيك، يعني قبل السنة الماضية اللي كانت خطبة رسمية كانت بالكنيسة، ولكن قبل هيك كان يجي شباب خطيب وخطيبته نلبسهم الدبا لحالهم بالكنيسة ويروحوا. ولكن كانت السنة الماضية هي أول خطبة لخطبان اللي هم بتذكروا فؤاد أبو الزلف وملاك منصور، اللي هم أول اثنين لما أجوا استشاروني شجعتوا مع هاي الفكرة، والحمد لله أنه أهاليهم كانوا متفاهمين، وكان فعلا وجودهم بالكنيسة ووجود أهلهم كانوا مثابة عرس يعني. وأنا في كل وعظاتي وبكل قعداتي وحتى بدورات المقبلين على الزواج اللي بنعملها عندي بقاعة الكنيسة، إنه بننبههم إنه بنترجاكم يا جماعة إنه نحاول نبتعد عن المظاهر الزائفة سواء بأفراحنا أو بأحزاننا. وبعتقد هاي الفترة، فترة الكورونا، أعطت درس، نعم إلها مضرة، ولكن أعطت درس لكل عائلاتنا إنه نحاول نرجع للاختصار في أفراحنا وبأحزاننا. وحقيقة أبونا مش موضوع بس الخطب، يعني أعطي معلومة بسيطة، بجوز قبل أسبوعين كان عنده جنازة لشخص ماشي، العدد الموجودين كانوا بجوز 10 أشخاص. لما إجا أول امبارح بدي أخذ ورقة مشان يحصل إرث، بقول لي أبونا قديش كنت زعلان أنا إنه مثلا الوالد كانوا بس 10 أو 12 شخص، ولكن بالمقابل مبسوط إنه ما إنه لو أنا بدي أعمل تكاليف كام ثانية راح أتدين مشان أقوم في مصاريف العزاء لوالدي، ولكن بالمقابل أنا مرتاح كثير إنه ما كلفنا والدنا تكاليف الجنازة لو بالأيام العادية. كما ناشد الأستاذ عوني سليمان الأهالي بصفته والدا لعروس تمت خطبتها قبل أيام بضرورة تعاون الجميع في ظل كورونا والالتزام بالإجراءات الوقائية في المناسبات، مشيراً أنه أقام مؤخراً حفلة خطوبة لابنته في البيت بعدد محدود من المدعوين، لافتاً إلى أن أهم شيء في الزواج هو وجود الحب بين الطرفين العريس والعروس، وقال: لما اتفقت أنا ونسايبنا أنه إحنا بدنا نجيب عدد بسيط من عندهم وعدد بسيط من عندنا بسبب كورونا مشان موضوع الكورونا، فكانوا هم كثير لطيفين ومتقبلين الموضوع. وتعرفي أنت الأستاذ اللي خطب بنتي محامي وهو بيعرف القوانين وبيعرف كل إشي، نعم. فاهتمينا في قوانين الدولة وحافظنا على الطابع الرئيسي، نعم. اللي هو إنه أنت ما تصير تجمع ناس وتعمل خطبة كبيرة، نعم. فهم أعطونا عدد من عندهم بسيط وإحنا أعطينا من عندنا عدد بسيط، نعم. فباقي الناس أنا كثير اعتذرت منهم واتصلت فيهم تلفونات وقلت لهم أنا بعتذر منكم لأنه موضوع الكورونا ما بقدر أجيب إلا عدد بسيط منكم وأنتوا عدد بسيط من عندي، نعم. فقال لي كل واحد منهم قدر الموضوع، وكثير منهم ناس قالوا لي عوني أنت بتعمل الصح، نعم. صحيح أنه لازم أنا عندي إمكانيات أعمل حفلة كبيرة وعزم الكل، نعم. وهذا يعني بقدر عليه أنا والعريس لأنه إحنا اثنين عندنا إمكانيات، بس نعم. إحنا اختصرنا كثير من الموضوع هذا لأنه مهم إحنا لما يطلع عنا أي إصابة لا سمح الله في الكورونا داخل الاحتفال، وهذا إشي مهم. هاي واحدة، واثنين لازم يكون الطرفين كثير متقبلين للموضوع. وأقول لك من أجمل الحفلات اللي كانت موجودة وكثير ناس اتصلوا فيه تلفون وشكروني وقالوا هاي عوني أنت رائع،
انت اختصرت العدد وانت عملت حفل لبنتك وبنتي كانت مبسوطه والعريس كان مبسوط واهله كانوا مبسوطين وكان العدد جدا قليل ولكن كنا مبسوطين. اعلن مدير عام هيئه المغطس المهندس رستم مكجيان أن موقع المغطس المدرج على قائمة التراث العالمي منذ عام 2015 قد تم افتتاحه منذ أسبوعين أمام الحجاج والزوار من الداخل والخارج بعد اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا. كما تم خلال الشهور الثلاثة الماضية تكثيف أعمال الصيانة وتعقيم المكان ليكون مؤهلاً لاستقبال الزوار. وبحسب مكجيان فإن أهمية المغطس التاريخية تنبع من أنه أرض الأنبياء والرسل والقديسين، وهو المكان الذي قدم إليه المسيح لتعميده. كما لفت إلى أن زيارة المغطس تبدأ من الساعة 8:30 صباحاً ولغاية 4 مساءً. يصادف هذه الأيام عيد القديسين بولس وبطرس والذكرى 88 لإنشاء أول كاتدرائية للروم الكاثوليك في جبل الويبدي بعمان، حيث بنيت هذه الكنيسة عام 1931 بجانب كاتدرائية فيلادلفيا القديمة التي تعود إلى القرن السادس الميلادي. وتعتبر كاتدرائية الروم الكاثوليك أول كاتدرائية في عمان، حيث رافقت نمو البلاد التاريخي والحضاري في عهد إمارة شرق الأردن، كما ظلت محط اهتمام ورعاية الهاشميين منذ عهد المغفور له الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثراه. وهي اليوم تعتبر شاهدة على حضور عربي مسيحي في الأردن منذ 14 قرناً. من الكنيسة الأولى من أم الكنائس الكاتدرائية الأولى في عمان، أم الكنائس لأنها أولى كاتدرائيات كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك. هذه الأبرشية التي أنشئت بقرار من الكرسي الرسولي في 2/5/1932 أصبحت عبر الأردن شرق الأردن كاملة أصبحت أبرشية مستقلة. وفي 5 حزيران 1932 سيما الأب بولس سلمان مطراناً رئيس أساقفة لهذه الأبرشية بوضع يد وبركة المثلث الرحمات البطريرك كيرلس مغبغب. هذه الكنيسة أم الكنائس أيضاً لأنها بمحاذاة الكاتدرائية الأولى كاتدرائية فيلادلفيا من القرن السادس الميلادي، هذه التي كانت معلماً في تلك الحقبة، معلماً بارزاً في عمان بالإضافة إلى جبل القلعة وإلى المدرج الروماني، والكاتدرائية الأولى. هذه الكنيسة الآن تستحضر في حاضر عمان المدينة الأولى الأردنية الأولى، وحاضرة المدن تستحضر التاريخ والثقافة وتستحضر القداسة. مر هنا في هذه الكاتدرائية أساقفة وكهنة قديسون كتبوا في سجلهم، صنعوا أرشيفاً نفتخر به، كانوا عمالقة في الحب والروح، وكانوا عمالقة في ثقافتهم وفي حبهم لهذه الأرض. ويموت المطران الأول المطران بولس سلمان في 30 حزيران 1948، مات هنا في الوطن الذي أحبه هذا الدمشقي الأصيل، وأصر أن يدفن هنا في باحة الكنيسة في الأرض التي أحبها وعشقها، الأرض التي كتب كتاباً يعتبر نادراً ومرجعية
حقيقية لحقبة بداية المملكة الأردنية الهاشمية وما قبل التأسيس، فنشر كتابه الشهير 5 أعوام في شرق الأردن عام 1929. هذه الكنيسة تحمل اسم الرسولين بطرس وبولس، كانت شاهدة وستبقى شاهدة على حضور مسيحي في هذه الأرض المقدسة التي تتأكد فيها كل يوم العلاقة الحميمة ما بين أبناء كنيستنا وأرضهم ووطنهم وروحهم المسيحية الكاثوليكية الأردنية. فكل عام وكنيستنا وأهلنا في هذا الوطن، كل الوطن بألف خير. وسط ظروف استثنائية ناتجة عن تداعيات فيروس كورونا، انطلقت في مدارس المملكة الأربعاء الماضي امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمشاركة نحو 178 ألف طالب وطالبة. وقد دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة المتقدمين للامتحان الذي يستمر حتى 23 من الشهر الجاري التواجد عند القاعات قبل ساعة من بدء الامتحان لفحص درجة حرارة كل طالب قبل دخوله للقاعة، مبينة أن أي طالب تظهر عليه أعراض ارتفاع حرارة خلال تواجده في المدرسة سيقدم الامتحان في قاعة خاصة. كما قامت الوزارة خلال الأيام الماضية بالإشراف على تعقيم قاعات الامتحان مع تجديدها على ضرورة التزام الطلبة بارتداء الكمامات والقفازات الطبية قبل الدخول إلى القاعات. بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على خلو المناطق الفلسطينية من فيروس كورونا، إلا أن الوباء عاد من جديد وبنشاط لافت في مختلف المناطق والمحافظات ومن بينها محافظة بيت لحم، وذلك نتيجة عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، مما أجبر السلطات المحلية إلى فرض حظر من جديد وإغلاقات محكمة لبعض الأحياء والمناطق. المزيد في تقرير مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. الكورونا تعود من جديد إلى بيت لحم والأراضي الفلسطينية، فها هي المحافظة بدأت بتسجيل حالات الإصابة بالكورونا بالعشرات، وهذا التدهور كما صرح مدير عام مديرية صحة بيت لحم الدكتور شادي اللحام لفضائية نورسات بأن هذا التدهور جاء نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الصحية، مشدداً على أن احتواء هذه الأزمة بيد المواطن. الموجة الثانية بدأت عندنا تقريباً من تاريخ 10/6 مرتبطة في قدوم حالة من العمال داخل الخط الأخضر، هي في منطقة دار صلاح قرية من قرى محافظة بيت لحم. بعدها بدأت الأوضاع تدهور في منطقة النقب. نتيجة تدهور الأوضاع في منطقة النقب انعكست على محافظة الخليل، بالتالي اللي بدورها انعكس على محافظة بيت لحم وأدى لظهور الإصابات. حاليا لليوم الحالي احنا في عندنا ما يقارب 91 حالة في مدينة بيت لحم، الحمد لله جميعها حالات مستقرة، فيش فيها حالات خطرة. ادخل للإنعاش حالتين كانت حالات متوسطة الخطورة وإن شاء الله بتجاوزوها بالقريب العاجل. الحالة الوبائية حاليا في محافظة بيت لحم ان في عندنا 13 بؤرة منتشرة في كافة ارياف ومناطق المحافظة. الامور معقدة نوعا ما في هاي الموجة الثانية من الفيروس، اصعب من الموجة الاولى كونها حدة الانتشار اكثر واوسع في المحافظة. طواقم الطب الوقائي قامت باخذ اكثر من 3000 عينة خلال الاسبوع الاخير، فتحنا 3 مراكز فرز في المحافظة بالإضافة لأربع فرق متنقلة للطب الوقائي بتشتغل في كافة أنحاء المحافظة. قسم الطب الوقائي حدد المخالطين ومخالطين المخالطين، فرضنا الحجر الصحي لغاية اليوم على ما يقارب 1500 مواطن. ممكن نوسع دائرة الحجر الصحي بناء على نتائج العينات اللي بنأخذها يوميا والسحوبات. كما وأكد الدكتور نبيل زواهرة رئيس الطب الوقائي في صحة بيت لحم، بعد السيطرة على الجائحة كلياً أصبحت الآن جائحة كورونا منتشرة بسبب الاختلاط والأعراس والتجمهر وعدم التقيد
ببروتوكولات وزارة الصحة، الأمر الذي جعل فلسطين في مقدمة الدول في تسجيل الإصابات. بالنسبة لانتشار مرض الكورونا في فلسطين، وحدث عندنا بؤرتان وبعدها كمان بؤرة، ثالث بؤر لهذا الفيروس، وتم السيطرة على الفيروس بشكل تام، وأعلننا إخلاء مدينة بيت لحم من فيروس كورونا. ولكن بتاريخ 28/5 تحديدا، عندما أعلن الاحتلال الإسرائيلي بأنه لن يسمح للعمال الفلسطينيين بالنوم والإقامة في الداخل الفلسطيني، وقتها فكرنا يعني كنا متأكدين أن الفيروس راح ينتشر وراح يرجع في فلسطين، لأن العمال لما يذهبوا كل يوم ويرجعوا صعب فحصهم. يعني قبل 28/5 كانوا يناموا أسبوعين شهر 3 أسابيع، كنا نسلمهم أول ما يدخلوا نعمل لهم فحص، نعمل لهم حجر صحي نسيطر عليهم. فبعد 28/5 احنا أصبحنا غير مسيطرين على العمال وغير مسيطرين على المعابر كفلسطينيين. فكنا متأكدين أنه الفيروس رح ينتشر، وحكينا بالإعلام وحكينا للناس أنهم يعني لازم يلتزموا بطرق الوقاية، لأنه بعد 20/6 بعد 3 أسابيع رح الفيروس ينتشر وبكثرة. وبالفعل وللأسف هذا اللي حدث، بدأ الانتشار في البداية في مدينة الخليل انتشار واسع، وبعد الخليل بلش انتشار في مدينة بيت لحم. كان في عندنا يعني عدة حالات في عدة أماكن بؤر، وكان مصدر كل الحالات هو العمال. فها هي محافظة بيت لحم قد أغلقت بالكامل يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، حيث تم إغلاق جميع المؤسسات الرسمية والخاصة، كما ومنعت جميع الأنشطة والفعاليات باستثناء القطاع الصحي والصيدليات والمخابز، ذلك لتتبع خارطة المخالطين الواسعة على مستوى المحافظة. وفي زيارتنا لموقع الفحوصات وأخذ العينات، تم الحديث عن كيفية وآلية أخذ العينات لإتمام الفحوصات من المخالطين. احنا هنا عمالنا بنعمل في عينات فحص كورونا، اللي هي فحص بنعملها من الأنف، شافك بناخد منهم عينات، وهذول معظمهم مخالطين كانوا مصابين. فهذا احنا الاجراء بنعمله، بيطلع عندنا مصاب بنعمل لهم، بنجيبهم بنعملهم مسحات وبنعمل لهم عشان نشوف مدى قديش احنا في عندنا اصابات. هذول معظمهم كل الموجودين هان مخالطين لناس مصابين. كما وحذر مدير عام الرعاية الصحية والناطق باسم الوزارة الدكتور كمال الشخرة بأن فلسطين مقبلة على وضع حرج بسبب مواصلة المواطنين الاستهتار وعدم الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية الصحية، وأن فلسطين تتقدم بفارق كبير عن باقي الدول من حيث نسبة ارتفاع عدد الإصابات الكلي. للنورسات مارلين الحدوى من دائرة الصحة في محافظة بيت لحم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك يؤكد أهمية ترويج الأردن كوجهة للسياحة العلاجية. ناصر جودة: الأردن نموذج في الوئام والتسامح والعيش المشترك بين عموم أبنائه مسلمين ومسيحيين. أفراحنا في زمن الكورونا ضمن حلقة من برنامج صباحكم نور. حتى نلقاكم أعزائنا، طابت أوقاتكم ودمتم بخير.